هيتفضل على حضراتكم لانه عايز يقطع على الويب سايت على المستقيم ليه هناك ان شاء الله. تعالوا نتكلم شويه على الشرائع المنزليه في الارقام دي. من 0 ل 50 احنا حطينا له 13 الف يكون في الوسع. من 51 ل 200 انا بعد كده هعمل نوع من المقارنه ما بين الحاجات دي واللي كان موجود سابقا قد ايه واللي كان متوقع ان يكون موجود طبقا لعدد الكلام. واستطاع ان يحصل على اسعار يعني عمرنا ما كنا متخيلينها على الاطلاق، ويمكن ده برضه من احد الاشياء يعني هو مطور جامع، ولكن الحمد لله يعني سيدي خالد القدر عمرنا ما كنا احنا يعني نتخيل ان احنا ننزل هذه الاسعار. العالم كله مستعجل يعني تحط ما يسمى بنش مارك، بقى في تحديد جديد لسعر الطاقه المنتجه من هذه المحطات، يمكن بتبقى نتيجه تدخل السيد الرئيس مباشره في عمليه الانتخابات مع سيمنز فيها جامعة احنا ايضا سيبنا راح في محطات اللي هي سيمنز سايكل، احنا بنحولها الى كومباين سايكل، طيارات اللي بتطور موسيقى على دوره مركبه، لان ده برضه ايضا يرفع الكفاءه، ودائما قبل رفع الكفاءه يؤدي الى خفض الوقود المستخدم، وبالتالي هيعكس كلام تمام الكلام ده ليه؟ في النهايه هيعكس على التعريف. احنا في النهاية يعني بيكون بعملية حسابات التكلفة اللي بيسموها كوست اوف سيرفيس، تكلفة الخدمة، بيكون جهازنا بقى 50 وبعد كده بيشتغل 10 حاجات. من 0 ل 200 هيبقى 27 قرش لكل كيلو وات ساعة. من 201 ل 250 هيبقى 55 قرش. من 350 ل 650 عبارة عن 75 قرش على كيلو وات ساعة. من 650 ل 1000 حوالي 125 قرش على كيلو وات ساعة. ومن اكثر من 1000 عباره عن حسب بقى مش عارف حد من زيرو، من زيرو ل 3000 هنصرف كده 135 قرش في الوسع. الشرائح الابتدائيه اللي موجوده بعد كده انا خليني بس الاستهلاك الاكبر هو على الشرائح دي، خليني هو حضرتك عملنا برضه مقارنه الخدمه هيجي القرارات وكده، لان التعريفه بتيجي حاجتين، بتيجي التعريفه الفاتوره بتيجي حاجتين، التعريفه استهلاك زائد مقارنه الخدمه. دي مقام خدمه مطبقه على الجهود الفائقه والعاليه والمتوسطه، على الري الكوت المتخمد، على استخدامات الكوت المتخمد الاخرى والاستخدامات المنزليه المختلفه وهكذا. تعالوا نشوف يا فندم بقى، طب احنا غيرنا الكلام ازاي والتاثير على المناخ؟ لان ده اللي سبايدي تهمكم عليه. من 1 ل 50 كانت التعريفه الحاليه عباره عن 15 قرش في كيلو ساعه، في بقى تبقى 13 قرش في كيلو ساعه. من 1 ل 50 ل 100 كانت 19 قرش في كيلو ساعه، هتبقى 22 قرش كل كيلو ساعة. من 0 ل 200 كانت 21 قرش ونص، هتبقى 27